ينضم إلينا من القدس المحتلة الدكتور علي الأعور، أستاذ النزاعات الإقليمية والدولية. دكتور علي، أهلا بك معنا على شاشة الغد. تعليقك بداية على هذه التطورات الجارية في مخيم نور شمس، عدة اقتحامات ليس فقط في هذه المخيم وإنما حتى في مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة متزامنة مع بعضها البعض، وهناك يعني قصف عنيف على ما يبدو سجل لغاية الآن بحسب ما أخبرنا مراسلنا نقلا عن الهلال الأحمر الفلسطيني 4 شهداء وإصابات خطيرة. نعم، تحياتي لك وللسادة المشاهدين. بالتأكيد إسرائيل مرة ثانية تقدم نموذج موازي لنموذج غزة. إسرائيل تريد إنهاء وجود السلطة الفلسطينية، إسرائيل تريد القضاء على السلطة الفلسطينية كجسم سياسي وكجسم معترف به من ربما الأمم المتحدة والعالم أجمع. وبالتالي أنا بتقديري ما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية وفي مخيم نور شمس، قصف جوي بصواريخ موجهة من طائرات مسيرة، أيضا هذا تطور كبير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كانت الضفة الغربية دائما أبدا تكون هناك عملية اعتقالات واقتحامات بسيطة، ولكن اليوم إسرائيل تريد أن تقدم نموذج آخر لما حصل في غزة، تريد أن تأخذ هذا النموذج إلى الضفة الغربية. وبالتالي أنا بتقديري هو رسالة واضحة إلى كل المسؤولين سواء في السلطة الفلسطينية أو إلى الشعب الفلسطيني بأنه ممكن ندمر مخيم نور شمس وندمر مخيم دهيشة ومخيم بلاطة ومخيم أيضا قلنديا. إذن هناك سياسة ممنهجة إسرائيلية هي تسير نحو عمليا هدفين. الهدف الأول القضاء على السلطة الفلسطينية وإنهاء وجودها في الضفة الغربية. يبدو أنها اقتنعت بأنه لم يعد هناك إمكانية لوجود السلطة الفلسطينية واستمرارها. والقضية الثانية أنها تريد أن توصل رسالة إلى جماهير الشعب الفلسطيني في المخيمات بأنه عليكم التخلي والابتعاد عن الكتائب المسلحة والمقاتلين الفلسطينيين. ولكن إسرائيل حتى هذه اللحظة ربما تجهل هناك ثقافة معينة، وهي ثقافة أن هناك شعب تحت الاحتلال، 75 عام شعب يعاني من الاحتلال، يعاني من الاستيطان، يعاني من سياسة بن غفير وسموتريتش، يعاني من عربدة المستوطنين. إذا لا خيار أمام نتنياهو سوى عملية سلام. أنا بتقديري على الإسرائيليين مؤسسة أمنية وسياسية عليها أن تفكر جيدا بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لا يمكن أن يتم إنهائه بالقوة المسلحة، لابد من عملية سلام. هذه عملية السلام تقوم على قرارات شرعية دولية، تقوم على إنهاء الاحتلال وإنهاء الاستيطان، عربدة المستوطنين. ماذا طلب بايدن من نتنياهو؟ قال له عليك أن تلجم كفاح المستوطنين. أيضا بلينكن عندما جاء إلى تل أبيب قال لنتنياهو بأن المستوطنين والجيش الإسرائيلي الآن يقوم بسياسة في الضفة الغربية ممكن أن تؤدي إلى فتح جبهة في الضفة الغربية. انظر أخي الكريم، أمريكا تخاف من جبهة الضفة الغربية، وبالتالي إسرائيل أيضا رغم كل التحذيرات ما زالت مستمرة في عدوانها وهذه السياسة. ولكن أنا بتقديري أن ربما جبهة الضفة الغربية إذا ما تم فتح الضفة الغربية، جبهة الضفة الغربية، ربما انتفاضة، ربما عمليات عسكرية أو عمليات مسلحة، أنا بتقديري أن الضفة الغربية بمساحتها الكلية 6000 كيلومتر مربع من الخليل إلى جنين ربما تخلق فارق كبير في الحرب على غزة، وأيضا تخلق فارق كبير في التطورات السياسية في المستقبل، الضفة الغربية، القدس الشرقية وقطاع غزة. وبالتالي حتى هذه اللحظة السلطة الفلسطينية هي تتحمل المسؤولية. هنا كنت أريد أن أسألك دكتور علي، أنت تحدثت عن خيارات نتنياهو، لكن أيضا في المقابل ما الخيارات أمام السلطة الفلسطينية وهي ترى هذه الجرائم والانتهاكات تحصل في الضفة ناهيك عن ما يجري في قطاع غزة لليوم 81؟ نعم، أشكرك، هذه نقطة مهمة جدا. أين السلطة الفلسطينية مما يجري في الضفة الغربية؟ ما هي خيارات السلطة الفلسطينية؟ السلطة الفلسطينية تملك خيارات كثيرة جدا وتملك خيارات متعددة. أنا بتقديري أن الأمن الإسرائيلي والشباك الإسرائيلي يخشى من 40,000 عنصر فلسطيني في الأجهزة الأمنية، المخابرات والأمن الوقائي والأمن الوطني، يخشون من انخراطهم إلى الانتفاضة، إلى انخراطهم إلى جماهير غزة، إلى انضمامهم إلى جانب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذه ورقة أنا بتقديري السلطة الفلسطينية لم تلوح بها أبدا، وحتى ولو من باب التهديد، ولو من باب بيان سياسي. إذا السلطة لديها خيارات. الخيار الثاني أيضا، أنا يعني لا يمكن بعد 81 يوم في مذابح في غزة، جينوسايد، إبادة جماعية، لا يمكن أن تكون السلطة الفلسطينية بهذا الشكل ومجرد بيان هنا وهناك. وكان عليها من البداية على الأقل أن تفتح خط اتصال مباشر مع حركة حماس منذ اليوم الأول. اليوم وفد فلسطيني من السلطة الفلسطينية يتوجه إلى القاهرة بعد 81 يوم.
أنا بتقديري أن السلطة الفلسطينية عليها مسؤوليات سياسية وقانونية كثيرة، وعليها أن تبدأ الآن وليس غدا، عليها أن تبدأ الآن بفتح ربما وإن كان حتى ولو كان متأخرا، ولكن على الأقل خطوة جيدة من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية، وهي عمليا تشكيل حكومة فلسطينية بمشاركة حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي، وهذه أنا قلت عبر الفضائيات العربية والدولية، بمشاركة حركة حماس والجهاد الإسلامي. لا يمكن استثناء فصيل حركة حماس والجهاد الإسلامي، لا يمكن استثناء المقاومة من النظام السياسي الفلسطيني، وحركة حماس تمثل جزء مهم جدا في النظام السياسي الفلسطيني. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا إعادة تشكيل وتمثيل منظمة التحرير الفلسطيني أيضا بعضوية جديدة تكون فيها حركة حماس والجهاد الإسلامي. أخي الكريم تتحدث عن مقاومة، إسرائيل اعترفت بالمقاومة، نعم. الجمهور الإسرائيلي، الصحافة الإسرائيلية تعترف بمقاومة عنيفة في غزة، وبالتالي عليك أنت كفلسطيني أيضا كسلطة فلسطينية أن تقر بهذه المقاومة وتبدأ معها صفحة جديدة نحو على الأقل وحدة وطنية كاملة بكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، دكتور علي، وأولها حكومة فلسطينية مستقلة، حكومة وحدة وطنية. قلت بأن الشرطة الإسرائيلية والشباك يخشى من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، نتكلم هنا عن الضفة، ولكن نحن أمام اقتحام يجري الآن في مخيم نور شمس بالضفة، هو الثالث في 72 ساعة، ولم نرى أو لم يرى أي رجل أمن فلسطيني في هذه الاقتحامات، بالتالي لا أعرف حقيقة من يخشى من هنا. يعني بتقديري حتى هذه اللحظة هكذا يقول الشباك والإعلام الإسرائيلي، يقول أنا ما زال الوضع تحت السيطرة، نقوم بعمليات اقتحام في جنين، وتكون هناك عمليات اغتيال بطائرات مسيرة لشباب في كتيبة جنين وكتيبة بلاطة وفي نابلس وفي نور شمس وفي مخيم الديشي ومخيم قلنديا. أيضا الأسبوع الماضي كان هناك شهداء. هذه السياسة التي يتبعها الشباك، ولكن الخوف موجود. الشباك يخشى من انخراط عناصر الأمن الوطني. هناك بعض العناصر، ولكن المؤسسة الأمنية في إسرائيل، وهذه مصادر عبرية ومصادر صحفية إسرائيلية، تؤكد بأن حتى هذه اللحظة هناك حالات فردية لا يمكن أن تشكل ظاهرة يمكن الخوف منها، وبالتالي حتى هذه اللحظة ما زالت السلطة الفلسطينية محافظة على الوضع القائم، والشباك الإسرائيلي يقول الوضع تحت السيطرة. 40,000 رجل أو عنصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة، هؤلاء لو قاموا كيف تتغير المعادلة دكتور؟ يعني أنا بتقديري كمختص أيضا في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، هناك حسابات داخلية وهناك حسابات للسلطة الفلسطينية وهناك أيضا حسابات للشباك. اليوم مجرد دخول مخيم نور شمس واقتحام للمرة الثالثة خلال ثلاثة أيام، وتتحدث عن شهداء وتدمير بنى تحتية مخيم جنين، تم تدمير مدخل مخيم جنين وأيضا مخيم بلاطة. أنا بتقديري يبدو أن الشباك حتى لم يعد يهتم لا بتنسيق أمني ولا بده تنسيق أمني. الشباك يقوم بمفرده بعمليات استخباراتية، يقوم باقتحامات، يقوم بصواريخ موجهة عبر طائرات مسيرة وينفذ العملية ويخرج. وبالتالي أنا بتقديري على السلطة الفلسطينية أيضا أن تعيد حساباتها بشكل كامل على المستوى الأمني وعلى المستوى السياسي.